زينب. نعم. جدا مقل بالظهور الإعلامي. نعم. والبرامج. نعم. والمهرجانات. نعم. كثير. نعم. شنو السبب؟ سيدنا أنا موجود بالمهرجانات ويعني وعندي أصحاب وعندي الحمد لله جمهور وعندي حفظية بكل المحافظات. نعم. يعني موجود بالمهرجان. ظهور الإعلام التلفزيوني. أنا ما رفض الدعوة لا تلفزيون ولا مهرجان. ولكنه إن كان المقدم البرامج المعد والمقدم شاعرا منصفا صاحب ذوق هو يبحث عن الشاعر مو الشاعر يروح له ويوسط له. يعني شكرا لك أنت هذا برنامجك الرائع. أنا شرف بيك. أنت الشرف مو أنا مو بس أنا يعني قبلي طلعت شعراء كبار ومن بعد إن شاء الله هم تطلع شعراء. أنت شاعر كبير. الله يحفظك. الله يحفظك ولك سيدي. اسمك ورقم مهم بالعراق. عليك زود الله يسلمك سيدي. الله يسلمك. شكرا. فتبحث عن الشاعر وانا يعني جدا ممتن لك سيدنا وطلعت شعراء وجبت شعراء البرنامج. فان كان قلت لك الشاعر منصفا عفوا المقدم والمعد منصفا هو يبحث عن الشعر مو بواسطه ومو بتليفون ومو. شكرا جزيلا لحسن ظنك ابو زينب. نسمع بعد دارميات. دارميات كانت تنوش الغيم ايد منمدها. هسه من افكها اسبوع يتعبني سدها. الله اكبر. امرني ما مسموح يا امرني غيرك عد روح احس معصوم بس استشيرك. الله. من ذكرك المبخوت دوم اخذ مراد واقرا اسمك ايش ما جوع ودنا للزاد. الله. تدفعني وارجع ليك وزتني لهنا. تدفعني وارجع ليك وزتني لهناك شايل خلق كاروك من جهل وياك. الله 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 عليك سيدنا. واردم شتال الليل اردم شتال الليل وتوسط الدار وانحب وبتش البوم والجن والحجار. الله الله الله, الله عليك سيدي. خليك مسترسل بدارمياتك بس اكو يطلبوا. نعم. انه يقرا بالبرنامج. نعم. طالب سمو وما بيك. طالب سمه. طالب سمو وما بيك تطين منهي. الله الله عليك سيدي. طالب سمو وما بيك تطين منهن ردتك ايام العوز تجفيني شرهن يل تطل المو خوش احسبني مو خوش. الله 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 عليك سيدنا. يل تطل المو خوش احسبنا مو خوش يا رب مو مليت من قعده الحوش. الله اكبر. انت خوش وفوق الخوش. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لك. الله يسلمك. وانا استرسل لك بالابيات. نعم. اسمع منك. مح طايح وما بيه قطره ندى صفار. نعم. مح طايح وما بيه قطره ندى صفار لملمت لن يزير شي يسوي لو طار. الله. او يا ابن امس وين تريد تشل بصاير ما يندلي حط وين التو طاير. الله 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 الله. بمن امتازت النجف بكتابه الدارمي وهي النجف مدينه تمتاز. نعم. بكتابه القصيده المنبريه كل مدينه لها لون تمتاز به. نعم. بس بالفتره الاخيره شفناها امتازت بالدارمي. شكرا لك سيدنا وشكرا لحسن ظنك. نعم. والنجف مدينة المبدعين مدينة. نعم. الأدب مدينة الجواهري. نعم. مدينة المرحوم عبود غفلة مدينة عبد الحسين أبو شبع والأسماء كثيرة. نعم. يعني سيدنا أقرأ لك دارمي للمرحوم عبد الحسين أبو شبع يقول الله كريم هواي. الله الله كريم هواي هالكلمة تنقال لو صدق نامن فيه تغير الحال. شو صنف النجف كتابة الدارمي؟ هذا يسأل الغير سيدنا. أنا يعني ابن النجف الجمهور يجواب. يعني بكتاب أنت اللي يشوفوه كتاب الدارمي وكبار الدارمي اللي يشوفوا النجف وين وصلت إلى يا رقم وبكيفهم هم وإحنا يعني هم إن شاء الله منصفين سيدنا. ما جاوبت. يعني سيدنا قلت لك أنا ما يصير أقيم مدينتي. لا أريدك تجاوبني. أنا أشوف مدينتي بالقمة. حسنت. إن شاء الله بالقمة. الله يحفظك. إن شاء الله بالقمة. أسمع دارميات. تسمع دارميات. شو تريد تسمع سيدنا؟ وجدان غزل. الجمهور كل شيء يريد. هذا بيت يحب الوجدان. يحبوه هذا البيت. اقبلوا تغرف الماي وانا اغرف ذنوب. الله يسلمك. اقبلوا تغرف الماي وانا اغرف ذنوب من كثر ما سبيت موت اهل غروب. الله اكبر. الله يسلمك. الله يسلمك. والمرض ما ينراد. الله يشفيك شر. المرض ما ينراد بس انا اريده. الله يشفيك. الله يسلمك. المرض ما ينراد بس انا اريده يطرش
علي هواي بي والزميل. الله الله يسلمك الله يسلمك. وبالغرغرة الهجبيك أها بالغرغرة الهجبيك بمنازع الروح رد خلي ملك الموت متفشلي روح. الله كون انت حاجة تصير كون انت حاجة تصير كون انت حاجة تصير ما عندي وشريك. الله الله عليك. كون انت حاجة تصير ما عندي وشريك كل قعد بكل سوق وجداوة جديك. الله الله يسلمك الله. ومتبدل اجدع ليك كان بمهانة جيتك ردت ماي وجه المجانة. الله ماي وجهك محفوظ الله يسلمك.